بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى عبادة في رمضان، عبادة جميلة جدا 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 وتخلي ربنا يفتح عليك جدا، عبادة الأمل في عطاء الله. هي حالة نفسية يا جماعة، هي طريقة تفكير، هي حسن ظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، أنت ظنك في ربنا إيه في رمضان؟ هيكرمني ويعطيني ويستجيب دعائي ويدخلني الجنة ويعتقني من النار، ولا ظنك في ربنا إيه؟ مش عارف والله هيستجيب لي ولا لا. أنا عند ظن عبدي بي، انت ظنك في ربنا ايه؟ انا عند ظن عبدي بيه، لو حسن ظنك بالله لحسن عطاء الله. ولذلك يا جماعه كلنا عندنا ذنوب، لكن في ايه في القران رائعه جدا. سيدنا سليمان عمل غلطه فربنا عاتبه عليها، فقام قايل في القران ايه جميله جدا، قام قايل رب اغفر لي. كلنا بنقف عند اغفر لي. وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. ايه علاقه اغفر لي بهب لي ملكا؟ يا رب أنا استغفرتك بس أنا طمعان في عطائك. الناس كلها لما بتستغفر بتبقى مكسوفة تطلب. سيدنا سليمان مش طلب طلب عادي، ده طلب ما حصلش في التاريخ لغاية دلوقتي. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وربنا خلى دي في القرآن. ليه يا رب الآية دي في القرآن؟ عشان يعلمنا. اوعى تنسى ان عطاء ربنا كبير، حتى لو انت غلطان افتكروا الايه دي وقول زيها: رب اغفر لي وهب لي رزقا واسعا في رمضان، رب اغفر لي وادخلني الفردوس الاعلى. كبر املك في عطاء الله. رمضان شهر الاشياء اللي انت فاكرها مستحيله، لا مستحيل مع الله. كل اللي انا قلته ده موجود في برنامج الفهم عن الله في رمضان السنه دي، لازم تشوفوه.